أهلا بكم إلى التقرير الاقتصادي. قال نائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بشار الكيكي إن حكومة بغداد مدينة لكردستان العراق ب89 مليار دولار، وأضاف أن هناك مستحقات على الحكومة تتضمن حصة كردستان العراق المستقطعة منذ عام 2014 وتقدر بنحو 80 مليار دولار، كما أنها مدينة بنحو 9 مليارات دولار نتيجة عدم شمول حكومة بغداد لكردستان العراق بنسبة من القروض الدولية. قال النائب يوسف الكلابي أن كردستان العراق استولت على 25 تريليون دينار من مبيعات نفط محافظة التأميم خلال السنوات الثلاث الماضية، وأضاف الكلابي أن هذا المبلغ مأخوذ من بيانات وزارتي التخطيط والمالية في كردستان العراق. أعلنت هيئة النزاهة في العراق عن وجود 12 مخالفة في موضوع تضارب المصالح أثناء قيامها بالبحث والتقصي عن أموال 520 مكلفا في الدوائر والوزارات الحكومية خلال شهر آب الماضي، وأشارت إلى أن عدد استمارات كشف الذمة المالية المتسلمة والمدققة خلال الشهر الماضي بلغت قرابة 4718 استمارة، مبينة أن شعبتي إعداد ومتابعة الأداء الوظيفي والسلوك الوظيفي نفذتا 24 زيارة إلى عدد من دوائر وزارات التربية والصناعة والمعادن والإعمار والإسكان والبلدية والشباب والرياضة وأمانة بغداد. كشفت هيئة النزاهة عن فساد بتنفيذ العقد الخاص بمغذي كيفي 33 للكهرباء في محافظة كربلاء بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار. وقالت هيئة النزاهة إن قاضي التحقيق فيها أثبت وجود تقصير من مدير توزيع كهرباء محافظة كربلاء وعدد من الكوادر الهندسية بسبب استلام هذا المشروع وصرف مبلغ المقاولة كاملا على الرغم من عدم جاهزيته للعمل. قالت هيئة المنافذ الحدودية إنها ضبطت سيارة محملة بالحديد تم تلاعب بأوصافها في جمرك المنذري الحدودي في محافظة ديالى. وأكدت هيئة المنافذ الحدودية أن موظفي تفتيش البضائع قاموا بالتلاعب بمواصفات هذه الشحنة بهدف التهرب من سداد الرسوم الجمركية القانونية. أتلفت دائرة صحة النجف 38 طنا من المواد الغذائية الفاسدة خلال آب الماضي، وقالت شعبة الرقابة الصحية إن فرقها نفذت أكثر من 2367 مداهمة لمعامل ومحال تجارية في المحافظة، وقررت إتلاف 38 من المواد الغذائية الفاسدة و 3530 لترا من المواد السائلة المنتهية الصلاحية بسبب سوء الخزن. إلى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن وحال السوق النفطية. ختام أخبار الاقتصاد، دمتم وفي أمان الله.